بالتعاوني مع وزارة السياحة وعدد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المحلي، انطلقت في مدينة دريكيش فعاليات مهرجان صيف دريكيش والذي تقيمه الأمانة السورية للتنمية. اليوم نحن عم نرجع نحيي هذا المهرجان، لم نحيي لحتى نضوي على هاي المدينة، على أهمية هاي المدينة، وهي المدينة شو فيها طاقات، شو فيها موارد، مواقع الأثرية، خلي الناس ترجع تتذكر الفرح بدريكيش مثل ما الفرح ارتبط بهذا المهرجان سابقا من دريكيش. المهرجانات لها دور كبير على الصعيد التنموي في التنمية المجتمعية والتنمية الاقتصادية. الشيء الذي يمكن أن نبني عليه لتنمية سياحية مستدامة خلال السنوات القادمة إن شاء الله. مهرجان صيف دريكيش 2022 هو الانطلاقة، كما تألقت في مهرجان صيف 2019 ستتألق اليوم في مهرجان صيف 2022، وإن الهدف من هذا المهرجان تنشيط الحركة السياحية وجذب السياح إلى المدينة. المهرجان يتضمن عرضا للخيول في ساحة الكراجات وكرنفال دريكيش الذي جال في شوارع المدينة، بالإضافة للمعارض الفنية والمهن التراثية ومهرجان التسوق، كما قدمت فرقة الرقص الشعبي عرضا فنيا وسط حضور كبير من الأهالي. نتمنى بقى بهالفترة هاي أنه ترجع الحياة للدريكيش وترجع المدينة السياحية، مدينة المياه والحرير. مشاركتنا اليوم هي بمهرجان صيف 22 بدريكيش لنحافظ على تراثنا، تراث أبائنا وأجدادنا. إن شاء الله هالمهن وهالحرف هذه يصير في عليها أقبال وتدريب وتعليم من قبل الأجيال. الشعب مشتاق لأجواء الفرح ومشتاق لهالأمور هاي، حركة إيجابية كويسة كتير. كتير حلو وفعالية كتير حلوة وأجواء كتير حلوة. جو بثوده الفرح والبهجة بعد كل السنين الصعبة اللي نحن مرينا فيها. يعتبر المهرجان الذي يستمر لثلاثة أيام بأنشطته المتنوعة فرصة لإعادة الألق لمدينة المياه والحرير ذات الطبيعة الخلابة، لغناها الثقافي والسياحي والحضاري لما له من أثر في التنمية السياحية والاقتصادية والمجتمعية لمدينة دريكيش. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.